قليل. يلا هوبا. يلا لط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا. طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك. يلا. هوبا يا حسن. يلا زاهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه. انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع عشان خاطري يا باشا. انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك واشتغل كمان على الليزر. ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معانا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا. عشان خاطري عشان خاطري. طب اسمع، الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها؟ انا هنط منطه وانت هتفك الواير والتهامي هيسلموا منك هناك. تخلص شغلك وتستنانا في الجراج تحت. ها؟ اوكي. زاهر افتح باب السطور. حاضر 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 يا باشا. Thank you.
زاهر، احنا نازلين على الممر اللي فيه الخزنه. بطل الكاميرات. حاضر يا باشا. ايوه زاهر، احنا قدام الباب الحديد دي اللي بيودي على الممر بتاع الخزنه. حاضر يا باشا. أشعة الليزر، محدش يتحرك إلا بإشارة مني. الأشعة دي لو لمست أي حد هتخلص عليه في ثواني. يا خفي يا ألطف تجيب من أخاف. يا زاهر، زاهر، إحنا في الكوريدور والأشعة داخلة علينا. حاضر. Thank you.
بسرعة زاهر. يلا يا زاهر بسرعة. حاضر حاضر حاضر. اجي باشا، في حد طلع السلم، في حد طلع السلم. زاهر يا زاهر، زاهر قفل الجهاز. الكورة مسكوة يا باشا. محدش يتحرك من مكان. ياجي باشا، ياجي باشا، سامعني؟ أنا سامعك يا زاهر، الليزر جاي علينا. ماشي. يلا يا زاهر بسرعة يا زاهر. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا باشا. الليزر جاي علينا. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا يا زاهر. خلاص خلاص يا باشا. لو قرار كلام بعدوني مشيهم يساحق لتانهم
مسحاق يا لوكي أفل بتسوراك تشات قشعر أني مدبر اتخام منكم هروع دل باب الخزنة. حاضر. حاضر يا باشا. يلا. شايفين المنظر؟ أحلى منظر الواحد ممكن يشوفه في حياته. يلا بسرعة، لازم أبقى بره البنك في أقل من 5 دقايق.
زاهر ازرع جراج، احنا خلصنا الاسدين. يلا مش جايين نقتل. يلا بودكين إتهام كوم وما عطاو سيبو ليخ لسرق إتهاد ساد هاشينيم ما شهو شمع مشهو لطبعي بسيدة من فكيدت زوز من هنا لغزة تلت ساعة ومن غزة الرفح 10 دقايق في رفح نعبر النفق يعني بعد ساعة هنكون في مصر ومعنا الفلوس دي كلها والطريق ده أمان يا باشا شوف يا زاهر الفلوس اللي معنا دي تأمن أي طريق في عربية قطرانة من بدري يا باشا شكلها كده أمن يا رب منها إبراهيم ماشي We'll be right back.
ابو شعلان. ده ابو شعلان يا جماعه. ابو شعلان. يا ابو شعلان انت خليتنا كنا هنقطع الخلف. ابو شعلان الطريق مقطوعه يا ناجي بيك بسبب الانفجار اللي حصل بمبنى الموساد، وهالحين الامن كله مستنفر ومش راح تقدروا ترجعوا غزه الليله. مش هنقدر نرجع يعني ايه؟ واحنا كنا واخدين الفلوس دي من البنك عشان نستثمرها في تل ابيب. مفيش قدامكم الا طريق واحد. اي طريق مش مهم. تطلعوا من هون للبنان، ومن لبنان تدبروا حالكم وترجعوا مصر. طب واحنا ايش ضمننا ان الحدود هناك مش مقفوله برضه؟ الحدود يا ناجي بيك فيها دروب ودهاليز ومسالك صعبه كتير، محدش يعرفها الا الناس اللي عايشين فيها. واحنا هنعرفها ازاي؟ تعال وراي. شوف يا ناجي بيك، هلأ رح تطلعوا كلكم من على الجبل هذا ورح تقلبوا للطرف الثاني. بدكم تمشوا 6 كيلو متر بالضبط. لما تمشوا هالستة كيلو رح تلاقوا حالكم داخل الأراضي اللبنانية، وأنتوا ماشيين رح تلاقوا في استراحة متواضعة بيعود فيها السواقين وعسكر الحدود، بيشربوا فيها شاي، بياكلوا، بيعملوا أرجيلة. صاحب الاستراحة هي اسمه أبو وهدان، بتقولوا له أنكم من طرف أبو شعلان وهو رح يهتم فيكم ويوصلكم لوسط بيروت، وأنا بالنسبة للسيارة هي رح أتصرف فيها. أنا مش عارف أشكرك إزاي أبو شعلان. نحن أخوة وبين الأخوة ما في شكر. توهمي أمر باشا. هات شنطة فلوس. تحت أمر باشا. شو هاد؟ شو عم تعمل يا ناجي بيك؟ أنا الله كافيني والحمد لله. ده مش ليك أبو شعلان، اديهم الحاجة فاطمة، توزعهم على أسر الشهداء واللاجئين اللي في غزة، والناس اللي ماشية في الشوارع مش لاقية مأوى، والناس اللي قاعد عشان الحصار الإسرائيلي. مش كده يا أولاد؟ لو عليهم عايزين يدوكوا الفلوس كلها. هو ده طبيعة الشعب المصري. أشوف وشك بخير. توصلوا بالسلامة. يلا يلا أولاد. الله معكم. يا ابني بتبلبع ايه؟ ده منوم 550 مللي، تاخد واحدة تنيمك 4 ساعات وثلث، امسك خد عشان اصحى الاقي نفسي على طول في مطار القاهرة، أصل أنا بترعب من الطيارات. زاهر، أنت ما بتترعبش من إيه يا حبيبي؟ خد جرب واحدة. لا مش عاوز. يا ابني واحدة عشان تصحى تلاقي نفسك في مصر. لا لا نفسي في مصر إيه يا عم، أنا محتاج دماغي دي، أنا ورايا مشاريع لسه عايز أقعد أوضب فيها. بقول لك إيه يا عبد الجليل؟ أنا بفكر أول ما أنزل القاهرة أشتري أسهم في البورصة. بص يا إبراهيم، بص الولاية، بص الولاية الكبيرة في السن دي، الأجنة دي، بص لابسه حته دين قميص في سكوز، ما اقولكش نضيف، تشم منه ريحه الصابون. ناس عايشه ومدلعه نفسها يا عبد. والله العظيم ثلاثه لما اروح هجيب حته في سكوز زي دي لام الغوالي. ده هيبقى شكله زباله على امك. جرى يا ابراهيم؟ الله ضم عبد الجليل يا ابراهيم، ام الغوالي يا ابراهيم مالك في ايه؟ الله ايه اللي جرى يعني؟ ده المقص الام بيطهروا ضفيرها كده بالدنيا وما فيها. الله. يعني ايه؟ ايه؟ يعني ايه؟ بقول لك يا ابراهيم ما تخش ست في الحتت دي،
عارف يا شيخ حسن؟ صلاة أنا كان الله نفسي كده أخش على أبني كده بإيدي حاجة، يعني أخش بفلتاكور، ببربوطة، بسكريكش كده، أي حاجة كده أخش عليها بيها. يا عبد الجليل، الحجة اللي أنت هتحججها لها دي بالدنيا كلها دي ثوابها وثوابك عند ربنا كبير قوي. آه ربنا يسمع منك يا شيخ حسن. بقول لك ايه؟ رضا الام من رضا الرب، ربنا يبارك لك فيها يا شيخ. يا رب. اسمع عبد الجليل، السوق الحره في مصر فيها كل حاجه، ان شاء الله لما نوصل بالسلامه بخطف لها اي حاجه من السوق الحره. ها هجيب لها قروستين اجنبي، برضو تنضف صدرها. هي بتشرب ايه؟ قص. ربنا يخليها لك يا رب. بص بقى قبل ما احط اللقمة في بقي، ايه الموضوع اللي انت مأجله من اول ما اتعرفنا على بعض؟ وكل ما اسألك عنه تقول لي بكرة لما نوصل مصر. ادينا بكرة هنوصل مصر، ايه الموضوع؟ بص يا كاميليا، انا كنت بشتغل ملحق اداري في سفارتنا في تل ابيب، قعدت 4 سنين هناك. من اول يوم حطيت رجلي في تل ابيب لا احد السيدات والسادة، جاءنا هذا الخبر العاجل. قام 5 من المسلحين يحملون الجنسية الصومالية بخطف الطائرة باترفلاي وهي متوجهة إلى القاهرة قادمة من أربيل، وعلى متنها حوالي 70 شخصا من جنسيات مختلفة. وقد ورد إلينا الآن أن المسلحين 5 قد أرغموا طاقم الطائرة تحت تهديد السلاح على تغيير مسارها والهبوط بها في مطار نائي يبعد عن العاصمة مقديشيو بحوالي 25 كيلومترا، حيث كان في انتظارهم جماعات مسلحة تابعة لهم ومتواجدة على أرض المطار بشكل كثيف. وقد شهد المختطفون وهم يقتادون الرهائن إلى حافلات تابعة لهم والتي غادرت المطار بسرعة إلى الصحراء، في وقت لم تستطع السلطات الصومالية التي طوقت المطار من العثور عليهم. وسوف نوافي حضراتكم بالتفاصيل بعد قليل.
أعلنت جامعة الضمير الإنساني الصومالية مسؤوليتها عن خطف الطائرة باترفلاي والتي كانت متوجهة إلى القاهرة ليلة أمس من أربيل. وتطالب الجامعة الدول التي تريد الإفراج عن رعاياها المحتجزين كرهائن بدفع فدية $1,000,000 أمريكي عن كل رهينة. والجدير بالذكر أنه كان يوجد على متن الطائرة 20 راكباً أمريكياً و4 فرنسيين و3 من الصين و9 من الألمان و7 من الإنجليز و8 من المصريين وفلسطينية وفلبينية واحدة. من جانبها نشدت السلطات المصرية المختطفين بضبط النفس وحسن معاملة رعاياها، ولا تزال المفاوضات جارية للإفراج عن الرهائن. يا ساتر يا رب، ايه الاكل ده؟ ما هو بياكلونا من نفس الاكل اللي هما بياكلوا منه، علشان اللي يخرج من هنا يبقى يقول للعالم عن حاله البؤس اللي هما عايشين فيها. انا حاسس الاكل ده عباره عن صياديه سعالي على براس. دي حلوه حلاوه يا كبير، الحمد لله، بس يا رب تسد جوعك. انت محسستي كده زي ما بكون بتاكل مهلبيه، يعني جاتوه. فين؟ في الصومال. فين؟ في الصومال. الصومال؟ الصومال؟ بس ما فيش حاجة، دواب عبيط، ما فيش أي حاجة خالص. إحنا في الصومال ليه؟ جينا إيه؟ إحنا كلية يعني جايين نعمل سفاري، أديك شايف السلاح والدنيا اللي إحنا متنيلة بنيلة، ما تفهمه يا شيخ حسن.
نحن لسنا أشرار. We are not bastards. ولسنا إصابة مجرمة أرادت قطفكم وقتلكم. You are not a gangster wanted to hijack you and to kill you. ولسنا لصوص أيضا. We are not thieves. بل نحن ضحايا. لو سمحت، واللي بتعملوه فينا ده بتسموه ايه؟ ما 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 صلى على النبي، صلى على النبي، ما في كده معقول؟ عندي اصلا وليه مجنونه، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. انتم تعتقدون انكم مخطوفون. You think we are under our control. ولكننا في هذه القريه النائيه المختطفون. But in this poor village we are your hijackers. ملقى بنا في العراء لنموت من الجوع والأوبئة والعالم لا يشعر بنا. We are suffering there in desert and the world cannot hear us. وأنتم هنا الآن ليسمعنا العالم كله. And you are here now the world to hear us. لقد طلبنا من حكومة دولتكم أن تدفع مبلغ مليون دولار للإفراج عن كل واحد فيكم. We ask your government to pay $1 million for every one of you to let you go. ونحن بانتظار الرد. And we are waiting the answer. هو بيقول يا كبير بيعزمنا على فرح بنته واخرس خالص. والله أكلهم حلو يا عبد الجليل. الواحد ابتدى يستطعمه، هو بس مش شرشب شوية. ها؟ هو احنا هنعمل ايه يا باشا؟ هنعمل ايه في ايه؟ في الفلوس، الفلوس في الشنط، والشنط على الطيارة. شنط الطيارة كلها بياخدوها يتحفظوا عليها وتتحط في الأمانات. إن شاء الله لما نخرج من هنا بالسلامة هنلاقيهم زي ما هم. دلوقتي بقى ناجي باشا أنا عايز أعرف حاجة. احنا ايه اللي معادنا هنا؟ ما ندفع الفديه ونخلص؟ ايه يعني مليون دولار لكل واحد؟ اسكت يا زاهر اسكت. لا انا مش هسكت بقى، انا مش عارف ايه اللي جاب لي المشوار المهبب ده، انا مش عارف ايه اللي جاب لي المشوار المهبب ده، ايه اللي جاب ده، انا مش عارف ايه اللي جاب لي بقول لك اسكت، هتوديني قد ايه؟ اسكت. ما فيش حاجه، ده اصلها حاله عصبيه بيجي له قبل ما يخش الحمام. هو دايما ساعة ما يخش الحمام تجي له حالة زي دي. ليه؟ لأن هو كان متعود إن أمه دايما بتخش مع الحمام لغاية دلوقتي. بس فيا ريت تبعته يجيب والدته عشان يعرف يخش الحمام. صح 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 What is your name? Wati. أنا اسمي Wati. تتكلم عربي؟ نعم. Master, أنا أعرف لغة عربية. تعرفي لغة عربية Wati؟ نعم. أنت كنت مسافرة مصر تعملي إيه Wati؟ أنا أعملي حاجة خديجة. تعملي عند الحاجة خديجة؟ نعم. دي مصرية؟ لا هي سعودية. سعودية وإيه اللي يعني اللي مسافرك مصر لوحدك؟ هي ستذهب إلى مصر بعد يومين. هنا هي تسكن في فيلا، لكن أنا أذهب قبلها لتنظيف فيلا. دلوقتي الحاجة خديجة هتروح تلاقي فيلا مش نظيفة، هتطين عيشتك. هي لا تصدق أنني مكتوفة، هي تقول دائما أنني كاذبة، لازم أحد منهم يقول لحاجة خديجة أنا مكتوفة.
لا لا صعبة ولا يهمك. إن شاء الله قبل ما نمشي من هنا هكلم الزعيم بتاعهم يديك ورقة من أنت كنت مخطوف. ها؟ ياتي؟ واتي؟ واتي واتي. Morning, sir. We have the money. فين الأمريكان؟ Where is the American? انتوا أحرار، يلا. So you can leave, you are free now. You are free, go. يلا كفارة، عقبالنا. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. الأمريكان دفعوا الفدية وجم ياخدوا الرعاية بتوعهم. فلوسهم حضر الأمريكان دول. يا سيد أشادة، بعد إذنك، يعني هم ال أنتوا مش بعتوا للمصريين قلت لهم إن في رهائن مصريين عندكم هنا ولا أنتوا نسيتوا؟ بعتنا. بعتوا وطلبتوا برضو مليون دولار على كل واحد فينا؟ بالتأكيد. على خيرة الله، على خيرة الله. هو تلاقي بس الحكومة تعمل مشاورات بس أنا تلاقيها وصلت لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة عمل لجنة واللجنة عملت طبعاً لجنة تانية، بس كان في اعتراض تلاقي مثلاً لأن عندنا اللجان يعني شوية، بس هيوصلوا الحل إن شاء الله، مش هيسيبونا يعني بإذن الله. ف يعني مش عارف أنت بتبص على إيه؟ بتبص على إيه؟ الراجل واقف وانت متنيل على عين اهلك ومخطوف، بتبص على ايه؟ اصل الحبايه السمراء دي بيبقى لها طعم تاني خالص. مين؟ الحبايه السمراء. حبايه السمراء دي ايه؟ حبايه السمراء دي Monsieur.
حلم. فين الناس الفرنسيين؟ So where is the French people? انتوا أحرار، يلا. So you are free now. Go. مع السلامة مسيو فيردون. نشوفك في ظروف أحسن إن شاء الله. باي باي. باي باي. باي باي منال. باي باي. الفرنسيين دفعوا الفدية. تلاقي الدنيا كانت مقلوبة على الناس دول هناك. ده ساركوزي ممكن يتشال فيها. من فضلك يا حاج لو سمحت، يعني مفيش حد اتكلم من مصر؟ لا. ولا ادولك رنه؟ ايه؟ رنه؟ لا. هما هيكلموك بس اصل الشبكه عندنا ساعات بتوع، مرات كتير توع يعني. وقد قام الاتحاد الأوروبي بدفع الفدية لكل من الرعايا الإنجليز والفرنسيين والألمان، وتم الإفراج عنهم ووصلوا إلى ذويهم سالمين. وأكد مصدر مسؤول أن الصين قد أرسلت من يتفاوض مع الخاطفين لدفع الفدية في صورة بضائع صينية ترسلها الصين إلى الصومال للإفراج عن رعاياها الصينيين المختطفين بالصومال. مستر ناكي الناس أصحاب مع السلام. والله بنت حلال الحاجة خديجة، شوف جاية من آخر الدنيا عشان تدفع لك الفدية. أصل كمان في أزمة شغالين الأيام دي. إن شاء الله أنت ستخرج من هنا بسلام. مع السلامة. مع السلامة، كل شيء بأوان. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بقول يا حاج ما حدش يتكلم من مصر. لا. أصلهم ممكن يدفعوا لك بالتقسيط، ده نظام عندنا يعني. ايه مالك؟ متضايق يا باشا. متضايق من ايه؟ أول مرة في حياتي أشوفك متضايق. أصل دي أول مرة يجي وما يجيبش أجوجا معاه. ما يجيبش مين؟ أجوجا. أجوجا مين؟ بنته. هي بنته اسمها أجوجا؟ اه. وأنت عرفت اسمها منين؟ مفيش، كنت واقف بشرب سيجارة مع الحرس فحكى لي على كل حاجة. تشرب سيجارة مع الحرس؟ سيجارة. طيب امشي من قدامي. ايه؟ امشي من قدامي. احنا في ايه ولا في ايه؟ الله يخرب بيتك يا ابراهيم. السيجار.
خلاص صفصفت علينا احنا. كل الدول دفعوا الفدا وخدوا رعاياهم الا احنا. ما تقف على جنب، خد لك جانب يا اخي. خيلتني ايه يا ناجي باشا؟ عايز اخش الحمام. ما تخش حتى على الشك. ما ابراهيم جوه بقاله ساعه. وبيعمل ايه جوه؟ اسمعني بقى يا ناجي باشا. عايز ايه؟ احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احنا ندفع الفديه ونخلص. احنا معانا فلوس كتير قوي، حد منهم يجي معانا المطار نديله فلوس ونمشي. نعم يا اخويا، احنا كنا شفنا الوحده كله عشان في الاخر نديها لدول. عليا الطلاق، ما ندفع ولا مليم، وبعدين احنا ما نتثبتش في اي حته كده، سمعتي تتهز في المنطقه. اصبر اصبر يا زهر اصبر، مصر مش هتسيبنا. اذا كان الحاجه خديجه جت دفعت الفديه وخدت الشغاله بتاعتها، انت عارف بس في مصر الاجراءات بتاخد وقت شويه. تاني تاني يعني الفلوس ولا حياتنا؟ لو كنا سألنا نفسنا السؤال ده من الاول ما كناش عملنا اللي عملناه. ناجي، الفلوس ايه اللي بتتكلموا عليها دي؟ لا ده اصل يعني زاهر جات له حاله عصبيه، خايف ينام يصحى يلاقي نفسه في الهند. استعدوا، سيتم الافراج عنكم. هي الحكومة المصرية أرسلت مندوب بالفدية. بقول لكم يا جماعه، انا بفكر افتح قريه في الساحل الشمالي واسميها اجوجا بيتش، ايه رايكم تخشوا معايا شركه؟ ايه رايك يا تهامي تخش معايا؟ لا معلش يا عريس، ابعدني انا عن السياحه، ما بفهمش فيها، خليني انا في الجيم، انا هعمل اكبر جيم في الشرق الاوسط. بقول لكم ايه، ما تخشوا معايا في المول الاسلامي اللي انا هعمله ده، دي حاجه رزقها حلال وربنا هيبارك لنا في الرزق ده. يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده عول وكره سايحه، مالكوا كده في ايه يا جماعه؟ مفيش غير المطاعم بتاعه الفول والطعميه هي اللي بتكسب اليومين دول. انا اول ما انزل على طول هقوم فاتح مطعم للفلافل واسميه فلافل ام الغوالي، واقوم جايب ام الغوالي ذات نفسيتها قاعده على كيس تلم الغله. والله محدش فيكم خالص فكر في التكنولوجيا كده خالص. انا هعمل مول كمبيوتر وسوفت وير على اعلى مستوى. اعلى مستوى ايه؟ بقول لك يا حسين خش انت معايا شريك. لا يا عم افتح لنا، خلاص لقيت الشريك اللي كنت بدور عليه. نحنوح قوي، نحنوح قوي. انا كمان لقيت شريك يعني.
ايه يا عبد الجليل؟ ايه يا عبد الجليل؟ انت تعبني من ما تيجي تقعد هنا، عايز تيجي تقعد هنا؟ بس بقى اخي بس بقى عرفتنا بقى عرفتنا بقى عرفتنا بقى بس لا لا ايه ده؟ اه الشنطة اهي يا باشا. انا بقول لك يا كبير، ما يكونش حد هبق عليها وفتحها ولا حاجة. الله العظيم الناس دي ربنا يبارك لها ويبارك فيها. الشنط وصلت ومحدش لمسها، هي دي الأمانة يا جماعة. ما الطيارات لما بتتخطف في الشنط بتتحط في مخزن الأمانات وتتقفل عليها بالشمع الأحمر، لا يمكن تتفتح أبدا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. استنوا. خير يا باشا، في حاجة؟ الفلوس دي مش هتروح مصر. الفلوس دي هتستنى هنا. للناس اللي محتاجينها. أنت بتقول إيه يا باشا؟ تستنى فين؟ هسيبها للناس اللي بتموت من الجوع. هم أولى. يا كبير، ما هو لا مؤاخذة برضه مصر فيها ناس برضه بتموت من الجوع. بلدنا برضه فيها خير يا عبد الجليل، محدش فيها بينام من غير عشاء. لا أنا ماليش دعوة بقى بالكلام ده خالص. ده مش قرارك لوحدك يا باشا، إحنا كلنا شركاء. عايز تتبرع بفلوسك أنت حر. هذه غنيمتنا يا باشا، والغنيمة حلال. إزاي يا باشا نفرط في الفلوس بعد الشقة اللي إحنا شفناه ده كله؟ ده إحنا متنا. بعد كل البهدلة اللي بهدلناها والتعب اللي تعبناه يا باشا، عايز نسيب فلوس؟ نسيب حقنا؟ آسف يا باشا. صحيح يا باشا، كنت طالع العملية دي ومش فارق معايا الفلوس، بس دلوقتي الفلوس تحت إيديا. واقدر احقق كل احلامي، ليه عايز تحرمنا منها؟ لو طلعتوا بفلوس دي الطياره انا هبلغ عنكم. بحبك يا ميكي. اسكت انت، انت اللي بوظت دماغه من ساعه ما شاف. بلاش تقولك لسان ابراهيم. انت فاكرنا ايه؟ لعبه متحركه بايدك تقول لنا نسرق نسرق، رجعوا الفلوس نرجعها؟ الفلوس دي مش هتتحرك من هنا. انا على جثتي لو فرطت المليم واحد. انا كمان استحاله افرط في مليم بالفلوس دي يا باشا. هيبقى جواز ولا شغل ولا فلوس. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا جماعه يا جماعه، ده شيطان ودخل بينا. خلاص يا باشا، خد جزء وسيب لنا الباقي. انت اكتر واحد عارف ظروفنا، ليه عايز تعمل فينا كده؟ الفلوس لو طلعت الطياره انا هبلغ عنكم. نجيبين معاها حق، الفلوس دي لازم تروح للي احق بيها مننا. انا هي اللي صار قالني انت جدعان ولا ايه؟ الله، ما تخش علي بيتك يا حسام. اسكت انت لما الرجاله تتكلم. انت دخلت اهو، ما عادش وضع عليها. جريان جون، انت فاكرها لعبه؟ انا ظروفي زي الزفت في مصر، هصرف عليك منين؟ حسام، يا انا يا الفلوس. انا عارفه ان المبلغ كبير جدا، بس انت احسبها كويس قبل ما تاخد قرارك. انا عارف قد ايه انتوا تعبتوا واتبهدلتوا عشان نرجع بالفلوس دي مصر، واكيد الفلوس دي كان ممكن تحقق لكل واحد احلامه اللي كان بيتمناها. بس في ناس هنا مش قادره تحلم، مش لاقيه الحلم، طحنهم الجوع والفقر والمرض. أعتقد إن الفلوس دي ممكن تحللهم جزء صغير من مشاكلهم. أنا عارف إن القرار صعب، وأنا واثق فيكم، وعارف إن جوه كل واحد منكم قلب طاهر ونفس طيبة.
كندا لما مشي. أنا معاك يا باشا. حتى الواحد ما يأمنش على نفسه والفلوس دي كلها معاه. ربنا يجعلهم في ميزان حسناتنا. وهي صدقة كبيرة تمنع بلاء كثير. تأخيرك عليا يا باشا. أنا غلطان. أنا معاك يا باشا. أنا كنت عايز أحجج أمي يا كبير. بس انا كنت نادرها يعني. هنحددها لك يا عبد الكريم. يعني أنا اللي هطلع ندلي في الآخر؟ خدهم يا باشا، الفلوس دي منظورة من الأول. كل الفلوس رايحة لأهلي، كلمة في شقة في عربية بالجزمة. اوعى كده لما أبوس الباشا. تتعود إن شاء الله. جمالية، أنا عايز الفلوس دول يروحوا للناس دول، ما يروحوش الناس دول وينهبوهم دول ويخنصروا منهم دول، ها؟ أنا عارفة حوديهم فين بالظبط. وقد تم الإفراج عن الرهائن المصريين المختطفين في الصومال وعادوا سالمين إلى البلاد، وهذا بفضل الدبلوماسية المصرية الحكيمة. بقول يا ناجي باشا، واحنا خلاص كده مش هنشوف حضرتك تاني؟ ازاي بقى؟ هتشوفوني طبعا، مش بقول هسيبكم. انا عندي شويه مدخرات، هعمل شركه سياحه وهنشتغل فيها كلنا. انا معيش فلوس، مش حد يدفع. حاضر. طبعا حاضر. فلوس فلوس فلوس. معانا طبعا. فلوس فلوس. بقول لك يا كبير، ما نجري. يا ريس معلش، خد الساعة دي خليها عندك لغاية ما نجيب لك بقية الفلوس. ده كلام يا باشا؟ ما يصحش يا باشا الكلام ده يا باشا. معلش خليها، هنجيب لك الفلوس بكرة. بالهنا والشفا يا باشا، ليلكم زي الفل. مع ألف سلامة. أنت راجل جميل. ربنا يخليك يا باشا، اتفضل. مع السلامة. ألف سلامة. مع السلامة. اتفضل. Ha, 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 ha